الطقس العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود الطقس غالبا صافي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 29 درجة مئوية، الملموسة 27 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا. ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة، سكاكا تسجل 42 إلى 28، تبوك 40 إلى 26، وعرعر طقس صافي 42 إلى 25. المنطقة الغربية، مدينة جدة 41 إلى 28، المدينة المنورة طقس حار 44 إلى 31 عفوا، مكة المكرمة 42 إلى 32، وطائف 34 إلى 26. المنطقة الجنوبية الغربية، أبها زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات ما بعد الظهيرة والعصر مع 30 إلى 21، الباحة 31 إلى 24، وجازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 43 إلى 32، حفر الباطن 44 إلى 31، والإحساء 45 إلى 31. المنطقة الوسطى، غبار خفيف في العاصمة الرياض مع 43 إلى 29، بريدة 43 إلى 28، وحائل 41 إلى 29. إلى اللقاء.